اما بالنسبه للاحداث اللي هتحصل النهارده ان شاء الله، فالنهارده مركز معلومات مجلس الوزراء هينظم ورشه عمل لمناقشه مستهدفات وثيقه سياسه ملكيه الدوله بقطاع صناعه الجلود، وكمان النهارده هتسير مصر للطيران 11 رحله جويه لعوده حجاج بيت الله الحرام الى ارض الوطن، بالاضافه لان في 3 ماتشات مهمه جدا في الدوري المصري واخبار تانية هنعرفها من خلال هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء هيستكمل عقد ورش العمل في إطار حوار الخبراء لمناقشة مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة بقطاع صناعة الجلود. الورشة الجديدة هيشارك فيها عدد من أصحاب شركات القطاع الخاص العاملة في مجالات الصناعة الجلدية ولوازمها ودباغة الجلود، وده هيكون بحضور ممثلين لشركات قطاع الأعمال العام وغرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، وكمان مشاركة عدد من الخبراء وأعضاء مجلس النواب. النهاردة هتسير مصر للطيران 11 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، وده بواقع 6 رحلات جوية من جدة إلى القاهرة و5 رحلات جوية من المدينة المنورة إلى القاهرة، وبكده هيكون إجمالي الحجاج العائدين لأرض الوطن 2515 من حجاج شركات السياحة وبعثة وزارة التضامن والداخلية. النهارده هيؤدي طلاب الثانويه العامه الامتحان في مواد الجيولوجيا والعلوم البيئيه لشعبه علم علوم، والتفاضل والتكامل لطلاب شعبه علم رياضه، وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبه الادبيه. بالنسبه لماتشات الدوري المصري، النهارده في 3 مباريات قويه في اطار الجوله 25 من عمر المسابقه. هيلتقي الجونه مع طلائع الجيش الساعه 6:30، وفي نفس التوقيت هيلتقي سموحه مع البنك الاهلي، والساعه 9 هيلتقي المقاولين مع سيراميكا كليوباترا.